متابعي قناة بستار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وردة شهرمونتي تتلقى انتقادات واسعة من الشعب الجزائري والشعب المغربي، والسبب قضية الصحراء الغربية. ووضحت الأمر في هذا المقطع. ناس المغرب، أنا نبغيكم نتوما كاع خاوتي وكاع خاوتي في الله، المغاربة وليزاجينيا خاوة خاوة بلا لينا عداوة. كما وجهت رسالة لأصحاب الفتنة. أصحاب الفتنة عطونا اتساع. واعتبرت هذا الصراع أنه بين الحكومات وأن ليس لها دخل في هذا الأمر. دايرينها تاع بوليزاريو ولا ما على باليش، زفتوا هذه حبابي اللي يبغوني في المغرب ينشق لي ما يبوش عليا. شفتها أنا ما ديتش فيها، أنا ما كما دخلني في هذه السياسة. أنا بينكم وبينه ولا بينكم وبين بوليزاريو أنا ما كما دخلني. أنا وردة شغلومونتي حاولت أن لمت الأمر، فهل نجحت في ذلك؟ ننتظر آراءكم في صندوق التعليقات. ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيستارز.